أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الخامس عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. وكما تعلمون أن الفن في هذه الوحدة هو الخطب الملكية. سنستذكر الخطبة الملكية التي كانت معنا، ومن ثم سنعود لنكتب خطبة. دعونا نبدأ. بداية، وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب، سنقوم بمراجعة الخطبة الملكية، حيث ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. هذا الخطاب في الجلسة العامة للدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 28 من شهر أيلول لعام 2015، استمراراً للجهود المبذولة في إبراز أهمية التسامح والحوار على مستوى العالم من أجل صناعة المستقبل الذي تريده الشعوب والذي يسود فيه التعايش والازدهار والسلام، حيث ذكر جلالة الملك 7 خطوات لتحقيق ذلك، وهي العودة إلى الروح المشتركة بين الأديان، وتغيير لهجة الخطاب، وترجمة المعتقدات إلى أفعال، وتعظيم صوت الاعتدال، وكشف الزيف والخداع عن حقيقته، والتسامح لا يقبل التطرف، والتواصل يحدد كيفية العيش والتفاعل. نص الخطبة الملكية: بداية، يبدأ جلالة الملك بالشكر فيقول: أشكركم جميعاً، ويطيب لي أن أخاطبكم من على هذا المنبر الدولي ممثلاً للأردن، وإنساناً يحب الله ويخشاه ويحب البشرية جمعاً. بعد ذلك يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني بإطلاق مبادرة تبرز أهمية التسامح والحوار على مستوى العالم، وتجسيداً لذلك أطلق الأردن رسالة عمان وكلمة سواء والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان. يتطرق بعدها إلى الخطوات التي سننفذ من خلالها هذه الرؤية، إلى العودة إلى الروح المشتركة بين الأديان، أن نتخاطب بالحب ونبتعد عن العنف والخوف والغضب، نترجم المعتقدات إلى أفعال. هناك علينا أن نعظم صوت الاعتدال، وأن لا نسمح بأن نحتكر على شاشاتنا وموجات الأثير وشبكات التواصل من يشكلون الخطر الأكبر على عالمنا، أن نكشف الزيف والخداع على حقيقته، وأن نعطي الإسلام صورته الحقيقية. أيضاً التسامح الذي لا يقبل التطرف، بل هو نقيض تماماً للتطرف، علينا أن نتصرف بلا مبالاة، وأن نبتعد عن أي مكان أو أي دعوة تدعو إلى التطرف. والخطوة السابعة فتتعلق بالاتصال، ففي عصرنا هذا يحدد التواصل كيفية التعايش والتفاهم، سواء في أعمالنا أو مجتمعاتنا أو مدارسنا وسائر جوانب الحياة. يجب أن نعمل بشكل جماعي في جميع المجالات التي ذكرها جلالة الملك من أجل مستقبلنا. تعد الخطابة لوناً من ألوان النثر، وهي الحديث المنطوق الذي يوجهه الخطيب إلى جمهور المتلقين. وتنوعت الخطبة ما بين الخطبة الدينية والسياسية والاجتماعية، وبالطبع فهي لها 3 عناصر. هي المقدمة، حيث يفتتح فيها الخطيب خطبته وتكون موجزة، وعادة يعد فيها النفوس لسماع موضوع معين، وتحتوي على عناصر مشوقة. العرض، وهو جمهر الخطبة، يركز الخطيب على أبرز أفكاره ويؤيدها بالبراهين وضرب الأمثال. الخاتمة، وهي ما يختتم به الخطيب كلامه ويعتمد على التلخيص والتركيز وتثبيت الفكرة. سيكون أمامك عزيزي الطالب خيارين: الأول، تكتب خطبة في أهمية المحبة والتراحم في المجتمع،
في ضوء قول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أو ستكتب في أهمية التسامح. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الخامس عشر. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.